في إمكانية تشرحي لنا عن هاي المشكلة الصحية. فعملنا لما نحكي إحنا عن هبوط الحوض عند النساء، إحنا نحكي عن هبوط بالأساس لثلاث أعضاء أساسية: هبوط كيس البول والمثانة عن طريق المنبل، هبوط الرحم، وهبوط المستقيم اللي هو القسم الأخير من الأمعاء. بكل هاي الحالات اللي حكينا عنها، احنا عمليا بنحكي عن انه المراه بتحس زي عندها طاقه اللي هي بتطلع من المهبل. هبوط الحوض هي مشكله اللي هي كثير دارجه عند النساء، واليوم احنا بنحكي على كل مراه ثالثه او رابعه بتعاني من مشكله معينه من مشاكل الحوض اللي اساسها هي الهبوط. الاسباب المتعلقه بهي المشكله الصحيه، أسباب هبوط الحوض هي بالأكثر أسباب هي الجيل والولادات. فلما بنحكي عن الجيل، إحنا بنحكي إنه كل ما المرأة كبرت بالعمر، زي أي شيء بالجسم اللي ممكن يهبط، ممكن يعجز، ممكن يكون في عنا خلل بالأعضاء، فنفس الشيء بالنسبة لأعضاء الحوض، للرحم، لكيس البول، للمستقيم، كل هاي الأعضاء ممكن تكون ضعيفة أكثر. وعملياً بصير في عنا زي افتاق لهاي الأعضاء عن طريق المهبل. الأسباب الأخرى غير عن الجيل زي ما حكيت الولادة، فإحنا تكرر الولادات أو إنه الولادة اللي بتكون ولادة تروماتيك اللي فيها الولادة بتكون صعبة، أو لما بيستعبدوا ذاتهم بالولادة، أو لما بتكون في عنا ولادة لأوزان ثقيلة، كل هاي الأشياء بتؤدي للحوض. عمليا كمان النساء اللي ما بتعرف انه لازم تشد عضلات الحوض او ما بتعمل رياضه كل الحياه، هي ممكن تتعرض لهبوط الحوض اكثر من المراه اللي هي بتعمل رياضه وبتشد عضلات الحوض. اسباب اخرى هي اسباب وراثيه، طبعا اذا عند الام في هبوط للحوض، اذا عند الاخت احنا هي ممكن تعاني اكثر من هبوط الحوض. اسباب اخرى هي لما المرأة بتعمل مجهود يومي اللي هو بتعمله بشكل مش دقيق، يعني بتحمل كثير أشياء ثقيلة، يعني النساء اللي بيشتغلوا بشغل اللي فيه كل يوم فيه مجهود أو فيه حمل كبير كل يوم، هن معرضات أكثر لهبوط الحوض. أو النساء اللي عندهم أسمى كل اليوم عندهم سعال، طبعاً هن بتعرضوا أكثر لهبوط الحوض. النساء اللي بعانوا من هبوط في الحوض، هل بأثر هاي المشكلة على كل موضوع الإنجاب والحمل والولادة؟ فعملياً النساء اللي في عندنا هبوط للحوض هن النساء بشكل عام اللي خلصوا الولادات بالماضي، بس إذا المرأة، وبشوف أنا بالعيادة طبعاً بشوف كل يوم امرأة اللي هي جداً صغيرة بالعمر حتى بالعشرينات أو بالثلاثينات اللي بيكون عندها هبوط للحوض، فعمليا المشكلة ما بتأثر على احتمال انها تفوت على حمل، انما بتأثر على انا كطبيب كيف بدي اياها انها تولد بالاخر، كيف بدي اولدها، هل هو عن طريق عملية قيصرية او عن طريق ولادة عادية. فكل المرأة طبعا كل حالة بشكل خاص احنا بنقرر، فانا ما بقدر احكي انه كل مرأة عندها هبوط للحوض انا بروح بعملها عملية، لا، فأنا لازم أفحصها، لازم أقرر شو درجة الهبوط، وساعتها أقرر شو كيف بدي أولدها. بس الإشي ما بيأثر على إذا المرأة بتفوت على حمل ولا لا. شو العوارض المتعلقة بهي المشكلة الصحية؟ فالعوارض الأساسية المتعلقة بالهبوط الحوض هو إن المرأة بتحس إنه في زي عضو أو زي طابة بين إجريها، الإشي كتير كتير طبعاً بالذات لأنه الإشي مش حالة عادية. عوارض أخرى هي إنها بتطرح على الحمام كثير،
بصير في عندها مشاكل كمان بالبول وكمان بالخروج. عوارض اخرى هم بالعلاقه الجنسيه بالجماع مع 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 زوجها. عوارض اخرى هي عباره عن انها المراه بتعاني من التهابات المتكرره بكيس البول، لانه لما تصير عندنا هبوط طبعا اكثر جراثيم بتفوت على المثانه وبصير في عندنا التهابات بالبول. ممكن كمان انه المراه يصير في عندها انه البول بتقدرش تطلع البول، يعني تروح تبول بس عمليا هي ما بتقدر تبول، يعني لازم تكون بالحمام ولازم تستنى انه البول يطلع، لانه في شيء اللي هو بيؤدي ل انه البول ما بيطلع من المثانه، في زي حسمان زي الكات اللي موجود هناك. في حالات اللي هي اصعب احنا بنحكي عن انه البول بصير في عندنا حجز للبول، حصر للبول، والمرأة ما بتقدر تبول، فممكن الإشي كمان يؤدي لخلل بالكلاوي، وهي حالات اللي هي كثير أصعب، يعني ممكن الإشي إنه جدا يضر الكلاوي، والمرأة يصير في عندها مشاكل اللي هي أصعب وأصعب، عشان هيك جدا مهم إنه نشخص الحالة، وجدا مهم إنه نتفائل بالحالة قبل ما يصير الإشي حالة اللي هي صعبة. دكتور، الحلول اللي هي لمعالجة هاي المشكلة الصحية، هل هي دائما بتكون كمان بالعمليات الجراحية ولا في كمان سبل تانية؟ بشكل عام هبوط أعضاء الحوض بنعالجها إحنا عن طريق الجراحة، بس لما إحنا في عندنا أسباب اللي ما نعمل جراحة، يعني مرأة اللي ما بتقدر تعمل أي تبنج، يعني في عندنا مشكلة في تبنيج المرأة، أو مرأة اللي هي كبيرة كتير بالعمر وعندها كتير أمراض واحنا ما بدنا اياها تعمل عمليه، او المراه اللي ما بدها تعمل عمليه، احنا في عندنا شيء بسموه بيسري، احنا بنحكي عن عن جهاز اللي هو من سيليكون اللي احنا بنلاقه للمراه بنفوت لها لياته على المهبل، وهذا الجهاز هو عمليا بيعطي دعم للعضو الهابط، وساعتها المراه بتحس احسن بكثير من حالها، وكل شهرين ثلاث اشهر بتيجي عندنا على عياده بننظف احنا هذا الجهاز وبنرجع عياده، فهي عمليا ما بتتخلص من المشكله، بس عمليا ما بتحس بالمشكله، يعني احنا ما عالجنا جذر المشكله، بس هي عمليا ما بتحس انه في عندها مشكله، لانه في جهاز اللي بيعطيها دعم للعضو الهابط، بتصير تيجي عندنا كل شهرين ثلاثه، واحنا بنشوف بننظف عياده وبنرجع عياده وبنشوف انه كله منيح عمليا، وهي حياتها كثير احسن مع الجهاز هذا. بس اذا بنحكي عن اكثر حل اللي هو دارج، هو حل عن طريق الجراحه. الجراحه فيها احنا بنعمل بنصلح او بندعم العضو الهابط. الجراحه او هي استئصال الرحم اذا المراه طبعا ما بحاجه للرحم، او انه نرفع الرحم عن طريق شريط. الجراحه ممكن تكون بالطريقه المهبليه عن طريق المرتيل، او عن طريق لابروسكوبيا خزوق بالبطن، او عن طريق الروبوت. اليوم كمان احنا بنعمل عمليات عن طريق الروبوت. لما احنا بنحكي عن كل انواع العمليات، الهدف الاساسي هو انه ندعم العضو الهابط، ففيه ممكن نصلح كيس البول، ممكن نستأصل الرحم، ممكن نرفع الرحم، وممكن نرفع المستقيم حسب اياتا عضو هابط عند المراه. بناي في نصيحة بتحب توجهها للنساء اللي بيعانوا من هاي المشكلة؟ أكيد النصيحة الأساسية هي إنه في عنا حل، هي مشكلة اللي عن جد ممكن تأثر بشكل كتير 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 كبير على حياة المرأة وعلى جودة الحياة. فأول شغلة إنه في تخصص اليوم اللي بسموه الجينيكولوجيا، مشاكل الحوض والمسالك البولية، اللي احنا بنعطي طبعا كمان علاج، وكمان انه نعطيها كيف طرق الوقايه، يعني حتى النساء اللي ولدت هلا انا دائما بحكي لهم انه تعالوا عند الجينيكولوج عشان نعطيكم النصائح عشان ما يصيرش في عندهم هبوط للحوض، فيزيوثيرابيا، تمارين اللي ممكن تساعدها، نمط حياه معين، فجدا كمان الوقايه مهمه. انا اليوم انا انصح بقدر احكي لهم انه احنا عندنا وحده بالمستشفى النمساوي اللي هي بس للمشاكل الحوض والمسالك البوليه، في عندنا فيزيوثيرابيست، في عندنا نرس اللي هي مختصه بس بمشاكل الحوض، ففيش سبب انه المراه تعاني، جوده حياتها فوق كل شيء.